كمان يعني ودي أسألك، هل ممكن في بالك أنك تقوم بأدوار تاريخية، مسلسلات تاريخية، خصوصا أنه أصبح الإنتاج للمسلسلات التاريخية واللي بتحكي عن أحداث معينة قديمة مثلا حصلت، صار لها يعني إنتاج ضخم زي ما شفنا يعني في رمضان اللي راح، الحشاشين وغيره، هل ممكن أنك تشارك في هكذا نوع من أدوار وشخصيات تاريخية؟ طبعا بالعكس، أنا بداياتي كانت في الأعمال التاريخية، يعني في أهم محطاتي اللي دخلني مصر هو عمل تاريخي الأمين والمأمون، وكان قبله الحجاج، وكان قبله كان في مجموعة إنتاجات، بس هو العمل التاريخي دائما هو قرار كيان كبير، مش قرار شركة إنتاج عادية. لأنه أنت بتدخل العمل التاريخي، ما مش أنت مش داخل متحف، أنت في عندك شيء بتقوله يعني لأجيال، يعني فشيء مهم جدا. فبحس إنه لازم يكون في كيان كبير ورا المشروع التاريخي، لأنه ما بينفع يكون شركة إنتاج عادية تخوض هاي المغامرة، لأنه راح يكون أقل إنتاجياً، فهي مغامرة ما بينفع تكون. مزبوط. لازم يكون في كيان كبير ورا المشاريع التاريخية.